أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم عبد الرزاق زريدي بن بليوط، رئيس مركز رؤى فيزيون للدراسات الجيوستراتيجية ورئيس الغرفة المغربية التجارية البرازيلية. موضوعنا اليوم حول العلاقات التجارية المغربية البرازيلية وكيف يمكن استغلال الدبلوماسية الموازية أو الاقتصادية في الدفاع عن المصالح الوطنية وعلى رأسها الصحراء المغربية. اهلا وسهلا استاذ عبد الرزاق. اهلا وسهلا اخي الكريم. بدايه استاذ عبد الرزاق، المسار المهني في دقيقه. عبد الرزاق زريدي هو من والد مدينه الدار البيضاء. انا فاعل اقتصادي وكذلك فاعل سياسي، وقريت في المدرسه العموميه وكان عندي واحد المسار مهني في القطاع الخاص مده تقريبا، انا تقريبا عندي واحد التجربه ديال 32 عام في ديال العمل ديال التجربه. قضيت منها تقريبا واحد 16 عام في القطاع الخاص، حيت تقلدت مناصب كبرى في شركات كبرى عالميه، ومن بعد 16 عام اخرى خدمت راسي وانا فاعل اقتصادي دون لو دومين ديال البي تي بي ولي لوتيسمون وهذا الشيء ديال العقار وهذا الشيء ديال الميدان ديال السكنه. هذا هو اللي كاين. ودابا تنشطوا، انا رئيس، تنفتخر انني رئيس ديال الغرفة التجارة البرازيلية المغربية بالمملكة، وكذلك أنا رئيس مركز رؤى فيزيون للدراسات الجيوستراتيجية والدبلوماسية الموازية. وحنايا عندنا واحد الحركية وموجودين تقريبا في العالم كامل باش تندافعوا على المصالح العليا والحيوية ديال البلاد، وكذلك تنحاولوا بطريقتنا نبينوا كيفاش أن الأطر ديال البلاد يحاولوا يخرجوا من ذاك الفضاء ديال الراحه ديالهم ويخرجوا ونعاونوا البلاد بالافكار زعما بكل تجرد وبكل طواعيه. هذا هو اللي كاين، يعني ان هناك فضاء اوسع باش الانسان يجي يخدم ويبادر ويبتكر من اجل الصالح العام. هذه هي الفلسفه ديالنا. فتحتوا مؤخرا في مدريد مركز تجاري، يعني علاش في هذا الوقت والدلالات ديال فتح مركز جديد في مدريد للغرفه التجاريه المغربيه البرازيليه؟ لا ماشي مركز تجاري اخي الكريم، حنا دابا انا يلاه جيت البارح من مدريد، فدوزت واحد 10 ايام كانت عندي مهمات كبيره في اطار الدبلوماسيه الموازيه وفي اطار العلاقات اللي تنحاول نجدوها مع المجتمع المدني والمجتمع السياسي في اسبانيا. وافتتحنا واحد مكتب الاتصال ديال مكتب الغرفه التجاره البرازيليه المغربيه في مدريد، لان مدريد هي عاصمه اوروبيه عندها علاقات كبيره مع التاريخيه مع امريكا اللاتينيه ومع البرازيل، وتماك عاد تسهل علينا باش نوصلوا الصوت ديال الغرفه ونوصلوا المقاربه التنمويه ديال المملكه المغربيه اللي غاده في واحد النهج ديال التعاون الدولي والتعاون التجاري والتعاون الاقتصادي. يعني ان المقاربه الاقتصاديه ديال المملكه المغربيه هي اللي غتخلي باش نخدموا المصالح الحيويه ديالنا والمصالح الجيوسياسيه والجيوستراتيجيه ديالنا باش نعرفوا بالقيم ديال المملكه المغربيه وبالامكانيات ديالها، وكذلك كواحد دوله حضاريه ترمي الى السلم والاستقرار في هذا العالم. كيفاش كتشوفوا مستوى ديال العلاقات التجاريه المغربيه البرازيليه؟ هو يا اخي الكريم التجاره ديال بين المغرب، اولا بعدا كانت هناك واحد العلاقات دبلوماسيه قديمه بين المغرب والبرازيل، وكان المغرب اول دوله عربيه افريقيه اسلاميه اعترف باستقلال ديال 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 البرازيل في القرن التاسع عشر، وكانت كذلك اول البرازيل كانت اول بعثه دبلوماسيه في عهد السلطان مولاي سليمان، فكانت اول بعثه دبلوماسيه دارت في طنجه، بعثه دبلوماسيه ديال البرازيل في المغرب. إن هناك علاقات تاريخيه وكاين واحد الاحترام كبير بين شعب البرازيل وشعب المملكه المغربيه. اذا حنايا الدور ديالنا جينا باش نعمقوا هذه الاواصر وباش نستافدوا من مقاربه جنوب جنوب. العلاقات التجاريه بين البرازيل والمغرب هي علاقات في الحقيقه ماشي في المستوى ديال 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 بقاء اهم الصادرات ديالنا للبرازيل، هي ان الصادرات ديالنا هي الفوسفات، هو اللي تيمشي بزاف، وكذلك ان البرازيل تتصدرنا المواد الغذائيه
لانه البرازيل هي واحد القوه فلاحيه عظيمه في العالم، هي الثانيه في العالم ها في الصناعات الغذائيه، ولكن احنا الدور ديالنا والهدف ديالنا هو اننا ننميو العلاقات التجاريه بين المغرب والبرازيل وتولي في المستوى العالمي. هذا الشيء كامل كيفاش احنا عندنا واحد الخطه، داكشي علاش لان البرازيل هي دوله استراتيجيه ودوله حيويه ودوله عندها مستقبل عظيم في العلاقات الدوليه وعندها واحد الوزن الجيوسياسي كبير، اما في المنظمه ديال جروب ديال 20 دوله الجيفا، ولا كذلك عندها واحد الحضور كبير في منظمه التجاره العالميه، حيث هي البرازيل كاينه مع ذاك الجروب اللي تسمى البريكس، اللي هو الجروب فيه البرازيل وفيه روسيا وفيه الصين وفيه الهند وفيه افريقيا الجنوبيه. اذا عندها واحد التجربه كبيره في العلاقه في التجاره العالميه، والمغرب عنده واحد الدور كبير باش يستافد من الخبره ديال البرازيل في اطار العلاقات التجاريه العالميه. وكذلك في البرازيل هي عضو مؤسس ديال سوق الميركوسور، اللي هو السوق ديال امريكا الجنوبيه، اللي دار في 1991، واللي فيه كان اربع دول هما اللي تاسسوه، اللي هي البرازيل والباراغواي والاوروغواي والارجنتين. ودابا هاد الميركوسور هذا داير علاقات كبيره في اطار اتفاقيات ديال منظمة التجارة العالمية. وحنا المغرب ان شاء الله الهدف اللي عايجي هو اننا غنحاولوا نديروا اتفاقية تبادل حر بين المملكة المغربية والميركوسور، وغتكون واحد الاستفادة عظيمة، وغيكون واحد فتح الاسواق، وان شاء الله هذا هو الطب ديال اللي جاية، ديال المرحلة الجاية، باش المغرب يكون حاضر في امريكا اللاتينية، حضور اقتصادي اللي غيعطيه واحد القوة، وغيخلي ان امريكا اللاتينية تقدر توصل لافريقيا عبر بوابة المغرب وعبر ميناء الدخل ان شاء الله العظيم، وكذلك عبر ميناء طنجة ديال المتوسط، وكذلك ان المغرب يقدر كذلك انه عبر البرازيل يوصل لامريكا اللاتينية وامريكا الوسطى، لان امريكا اللاتينية كاملة، امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية تقريبا فيها 45 دولة، وامريكا الجنوبية فيها 14 دولة، واسرائيل والبرازيل في امريكا الجنوبيه تقريبا تتشكل نصف ديال السكان ديال امريكا الجنوبيه تقريبا، اللي عندها واحد 213 مليون نسمه، وكذلك في المساحه في البرازيل تتشكل 50% ديال المساحه ديال امريكا الجنوبيه كامله. اذا العلاقات هي علاقات مهمه، وحنا خصو يكون عندنا واحد التواجد كبير في البرازيل، والبرازيل هي دوله استراتيجيه بالنسبه للرؤيه ديال 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 المغرب، والرؤيه كذلك ديال العلاقات جنوب جنوب. وهاد العلاقات بين البرازيل والمغرب وبين البرازيل وامريكا الجنوبيه، دول امريكا الجنوبيه، عرفت واحد الطفره كبيره بعد الزياره ديال جلاله الملك نصره الله وايده في 2004، حيث زار البرازيل وزار الارجنتين والبيرو والشيلي. وهذيك الزياره ديال جلاله الملك هي اللي عطات واحد الطفره كبيره للعلاقات، ومن بعد الدبلوماسيه المغربيه كانت حاضره، وكان السيد بوريطا في 2019 مشى للبرازيل. اذا كاين واحد المجهود كبير ديال الدوله المغربيه في باش تكون حاضره في امريكا اللاتينيه والبرازيل، وحنا الدور ديالنا هو ندعم هذا التوجه ونعطيه واحد الدفعه جديده، واحد الافكار جديده بمقومات جديده. هذا هو اللي كاين في اطار الحفظ ديال المصالح العليا، وكذلك الحضور ديالنا تما في امريكا الجنوبيه هو اللي رد كذلك الاعداء ديال الوحده الترابيه، اللي منهم الجزائر ومنهم ايران، اللي وكذلك صنعت الذراع الارهابي ديال الجزائر البوليزاريو كذلك حاضرين تماك، وتيحاولوا يتحالفوا مع الحركات ديال الشيوعيه وديال ديال الشيوعيه ديال الستالينيه اللي كانت تنشط في امريكا اللاتينيه، واللي عاودوا رجعوا ثاني شي احزاب الجحف في دول كالبيرو وكابوليفيا. وهنا الدور ديالنا خصنا نكونوا حاضرين بالمقاربه الاقتصاديه والمقاربه التنمويه، باش المغرب يبان باش يحفظ المصالح الحيويه ديالو ويساهم في الاستقرار والازدهار
والتنمية ديال العالم. السي زريدي كما شفتوا وتابعتوا معنا، الجزائر قامت بإغلاق المجال الجوي على الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، ما تعليقكم على هذا القرار الجزائري؟ وفي الحقيقة النظام الجزائري تيبان لينا كاع هاد الأمور اللي تيدير النظام الجزائري، ومنها آخر البارح هو الإغلاق ديال الحدود الجوية وفي وجه الطيارة المدنية والطيارة العسكري، فأنا تنشوفها واحد الهروب إلى الأمان، هي صرخة الديكيل المذبوح. في الحقيقة حنايا هادشي تيبين بأن المغرب الطريقة فاش غادي والاستراتيجية ديالو هي الناجحة. حنايا الجزائر دائما معروفه من هذه تقريبا مشتى الاستقلال، وهي تتعادي المصالح العليا ديال البلاد، وكانت هي العدو الاستراتيجي ديال المملكه المغربيه. انا تنقول بانه هذه بدايه ديال النهايه ديال النظام الجزائري، لانه المغرب صراحه صبر بزاف على الجزائر، والجزائر كانت دائما تسخر جميع الامكانيات ديالها الماليه والدبلوماسيه واللوجستيكية والعلاقات العامة وكل شيء مدة 60 عام من أجل محاربة المغرب. أنا هادشي تنقول بأنه المغرب عنده قوة استراتيجية، المغرب عارف اش يدير في الناحية الدبلوماسية، وتنظن بأننا غنتاخذوا الإجراءات باش نواجهوا هاد وغنكملوا الضغط على هاد النظام الجزائري، حتى ان شاء الله باش المغرب ياخذ الحق ديالو ويسقط كاوراق الشجر. المغرب اشنو اللي خلى الجزائر تتجنى جنونها مؤخرا؟ هو اولا انتصارات دبلوماسيه الباهره، كذلك الـ الامن والاستقرار التي يعم في المغرب، كذلك الطريقه باش تعاملنا مع جائحه كوفيد، كذلك رسخنا الدوله الاجتماعيه في المغرب، وكذلك الحمايه الاجتماعيه. المغرب غادي في واحد المسار مثالي في العالم، اصبح مثال للدوله المستقره، الدوله اللي تتركز على التنميه والاقتصاد والازدهار. وكذلك جن جنون الجزائر من ناحيه التحالفات الجيوستراتيجيه اللي دار المغرب من اجل باش يلقى راسو في النظام العالمي الجديد اللي تيتوجد. هذا الشيء اغاض الجزائر، لان الجزائر المنظومه الفكريه ديالها والمنظور الباراديغم ديال الدبلوماسيه ديالها هو منظور قديم، يعني منظور ايديولوجي ديال سنوات الستينات والسبعينات، اللي ما بقاش عنده الوقت في السياق الدولي الحاضر وفي التطورات اللي تعرفها العالم. اذا وكذلك جن جنون الجزائر، لان المغرب عرف نجاحا باهرا في انتخابات ديال التشريعيه والجماعيه اللي كانت في المغرب ديال في 8 سبتمبر 2021، نسبه المشاركه في الاقاليم الجنوبيه العزيزه. ان هذا الشيء كل شيء خلى ان العالم يشوف الفرق الكبير بين المغرب اللي فيه واحد المد الديمقراطي، فيه واحد العنفوان ديال الحركيه الديمقراطيه التشاركيه، وفيه واحد النظره للمستقبل باهر، وكذلك كيفاش المغرب انه نجح بصناديق الاختراع باش يزيل باش تنشي واحد احزاب جديده عندها منظور عصري اللي عاد تقدر تقود المغرب باش ينزل نموذج تنموي جديد. هادشي كلشي اغاض الجزائر، والجزائر تتقلب على اي سبب من اجل لفت الانظار الراي العام ديال الجزائر، الشعب الجزائري الذي يعاني، باش تخلي المغرب ما يفرحش بالانتصارات ديالو العظيمه، والمغرب ما عيطش الفخ ديال هذا النظام الجزائري المريق. وتنظن بانه ان هذا الهروب للامام لابد واحد الوقت عتجي ان الجزائر عتلقى راسها دوله مشتته. هذا هو الهروب للامام. اذا هذا هو التعليق ديالي على هذه الامور ديال البارح. نعم، والان تم الاعلان عن التحالف الحكومي، شنو هو تصور ديالكم سي زريدي للانتظارات الاولويات الحكومه المقبله؟ على كل حال احنا بالنسبه لنا التحالف الحكومي الجديد المكون من حزب تجمع الوطن الاحرار وحزب الاثار والمعاصره وحزب الاستقلال هو تحالف عظيم. انا بالنسبه ليا جاء في الوقت ديالو،
وتحالف اللي تن المغاربه تيتوخاو فيه الخير، وتنظن بانه جا في واحد السياق دولي واقليمي غير مستقر. وهنا المغرب بان بانه فعلا ان المغاربه واعيين وعارفين المصالح ديالهم، فاحنا نمشي نمشيو في المقاربه التنمويه الاقتصاديه، نمشيو من اجل رفاهيه المغاربه، ما نمشيوش الايديولوجيا والسياسويه اللي ما عندنا ما نديرو بها، ما نمشيوش للمقاربه ديال العدميه وديال التبخيس وديال التيئيس. بالعكس انا تنشوف بان الحكومه بطبيعه الحال تنظن بانها فيها بزاف الخير، وحتى خصنا ندعموها، وخصنا لان هذه هي المصلحه العليا ديال البلاد والمصلحه الجيوستراتيجيه ديال البلاد، خصنا نساو المصالح الشخصيه ديالنا ونشوفوا المصلحه العليا ديال البلاد. فالحكومه تنظن بانها غيكون عندها واحد كما تنقولوا واحد الزهر عظيم، انها تنزل النموذج التنموي المنشود. فاحنا تنتمناو من الله سبحانه وتعالى الحكومه تنجح، وتنظن بانه السيد عزيز خنوش هو رجل دوله عظيم، وتنظن بانه غيبذل مجهود كبير بالنظر للتجارب ديالو باش ان شاء الله الحكومه تنزل، وحنا ندعموا هذه الحكومه لانها هي المرآة ديال المملكه المغربيه، وهي المسار الانتخابي والبرامج الانتخابيه والمجهود اللي دار الكبير والافكار والتعبئه اللي كانت عند السياسيين باش كل واحد ياخذ المنصب ديالو. فهذا كان مثال للعالمين تبين بانه كاين واحد الحركه ديال الديمقراطيه في المغرب، وهذا تيخلينا في واحد الموقف قوه. اذا الانتظارات بطبيعه الحال انت تقول بانه اولويه ديال الحكومه هي السلم الاجتماعي، السلم الاجتماعي، تدويب الفوارق الاجتماعيه وترسيخ المشروع الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه، وترسيخ دوله التمكين، دوله التمكين التي اي مغربي تلقى فيها البلاصه ديالو، وكذلك تدويب الفوارق المجاليه، ونخليو المغرب يكون واحد الملاذ ديال الاستثمار في العالم، لانه حنا عندنا جميع الامكانيات باش نكونوا ملاذ الاستثمار في العالم، ونكونوا واحد البلاصه فين تلقاو الناس الراحه ديالهم. وكذلك نعمقوا مساله التسامح وحوار الحضارات. اذا هادشي كامل مجموع ان شاء الله في الحكومه تحت القياده الرشيده ديال جلاله الملك نصره الله واياده. اذا هذا هو الامور اللي تنشوفها انايا جيو استراتيجيا، والمسائل المهمه في هذه الامور هذه، لانه الانتصار ديال الديمقراطيه في المغرب خلى ان المغرب يكون مثال في حوض البحر المتوسط، حوض البحر الابيض المتوسط، بالنسبه للمشاركه بالشفافيه بالاراده ديال المغاربه من اجل التغيير، وكذلك انهم صناديق الاقتراع هي اللي ازاحت حزب العداله والتنميه من السلطه، وازاحته من تسيير الشان العام، وهذا الشيء كامل عن طريق الاقتراع وبكل شفافيه، ماشي بحال الجزائر اللي عرفت واحد اللي في التسعينات ديال القرن الماضي عندما تطاول الحكام العسكر على المسار الديمقراطي في المغرب في الجزائر، وقلبوا المسار الديمقراطي، يعني انه ومشات حرب اهليه اللي مات فيها اكثر من 300 الف جزائري بالشعب الجزائري الشقيق. اذا المغرب هو مثال ديال الديمقراطيه، مثال ديال هو واحد نقطه ديال الاستقرار في هذا العالم، هذا العالم اللي حائر، العالم اللي تعرف مشاكل كثيره، تنعيشوا في واحد العالم خطير، ما عمر العالم ما عرف شيء، عدم الاستقرار والمشاكل الصحيه والمشاكل الاجتماعيه وخفوت الماء الديمقراطي وصعود التطرف، اليمين المتطرف في اوروبا، وكذلك الحركات الشيوعيه الستالينيه كذلك بدات تتحرك في اسبانيا وفي فرنسا وفي كل شيء، لان هناك لا تعيش في واحد العالم مستقر، في عالم غير مستقر وعالم خطير، تعرف كوارث طبيعيه، تعرف مشاكل ديال التغيرات المناخيه، هذا الشيء كامل. المغرب رغم هذه المشاكل كامله هو دولة، ورغم كيد الاعداء ورغم الضربات التي تلقاها من الخصوم الاقليميين منهم الجزائر واسبانيا، رغم ذلك الشيء المغرب ظل صامدا في وجه هذه الامور كامله. على ذكر اسبانيا وعلى مستوى دول الجوار المجال الاوروبي، كيفاش كتشوفوا مستقبل العلاقات المغربيه الاسبانيه؟ فيما يخص العلاقات بين اسبانيا وبين اوروبا،
المغرب دائما هو معمر المغرب ما هجم على اسبانيا ولا هجم على اوروبا. المغرب بالعكس دائما هذوك الناس هما اللي تيحاولوا يهدوا الاستقرار ديالنا. فاحنا تنقولوا بان احنا تنتبخوا الخير وتنقولوا بان العلاقه الاسبانيه المغربيه المغرب. وجلاله الملك في الخطاب ديالو قال بانه بغينا نفتحوا صفحه جديده مع الجاره الاسبانيه الجاره الشماليه. تنظن تنتمناو على ان الجاره الاسبانيه تفهم هذا الميساج هذا وتخلي المقاربه الايديولوجيه وتخلي العداء ديالها للمصالح الحيويه ديال المغرب مده 46 عام وينوضوا ونديروا سلام شجعان ونديروا مقاربه رابح ونوضوا يعترفوا بالسياده ديال المغرب. اوروبا واسبانيا تعترف بالسياده ديال المغرب على الاراضي الجنوبيه ديالو ونشوفوا المستقبل. والمغرب دابا عنده نقاط قوه كثيره وهو قادر ان شاء الله باش يقنع اسبانيا واوروبا باش يمشيو في المقاربه ديال التنميه ومقاربه الاستقرار والسلم والامن منطقه طبيعه الحال شمال افريقيا والصحراء جنوب الصحراء والساحل. شكرا جزيلا سي زريدي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام ونضرب لكم موعدا جديدا.